بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض درس انرجي ترانسفورميشنز. كنا اتدربنا مع بعض في البارت اللي فات على مسائل البوتنشال انرجي والكاينتيك، وتعلمنا البندوليوم بيشتغل ازاي، وان شاء الله في تاني اعدادي هنتكلم اكتر واكتر على موضوع البندوليوم. ترانسفورميشن اوف انرجي ان سيمبل سيل، احنا اتدربنا في البندوليوم على الكاينتيك والبوتنشال انرجي. هناخد اكزامبل تاني على موضوع الترانسفورميشن، وهو حاجه اسمها سيمبل سيل، ورغم ان هي ناس كتير بتهملها في المذاكره الا ان هي بتيجي في الامتحانات كتير، وهي حاجه سهله جدا. بيقول ان في حاجه اسمها سيمبل سيل. السيمبل سيل دي كانت اختراع، او كانت حاجه اول ما اكتشفوها كانت حاجه مفاجاه او حاجه غريبه. يعني هي عباره عن ان انا بجيب بيكر زي الكوبايه اللي قدامكم دي يعني، والبيكر ده بحط جواه حاجه اسمها سلفوريك اسيد. السلفوريك اسيد ده ماده قويه جدا، كيميكال يعني، ماده كيميكال يعني، وبجيبها دايليوتد يعني بجيبها مخففه. انت عارف مثلا في عصير تقيل وعصير خفيف، فكلمه خفيف دي يعني دايليوت. فبجيب دايليوت سلفوريك اسيد واقوم عامل ايه، بحطه في كوبايه او بحطه في بيكر. يعني انا كلمه كوبايه دي بقولها الكوبايه في اللاب اسمها بيكر، بس عشان انتوا لسه ما اتعلمتوش الكلمات دي مش عاوز الموضوع يكون صعب عليكم. المهم ان انا بجيب بيكر وبحط جوه البيكر ده ايه بقى، بجيب رود من الكابر وبجيب رود من الزنك، ماده اسمها الكابر النحاس بتاع سلك الكهرباء ده عادي. بجيب كابر وبجيب زنك، ماده الزنك، وبوصل الزنك مع الكابر عن طريق ايه، واير، وبوصلهم بلمبه. اللي بيحصل ايه بقى، ان انا اول ما بدخل الكبر والزنك جوه السلفوريك اسيد بلاقي اللمبه نورت. اول ما بدخل الكبر والزنك جوه الايه، جوه السلفوريك اسيد، بلاقي اللمبه نورت. طب ده اكن اللي حصل ايه، اكن اللي حصل ان انا حولت الكيميكال انرجي انتو لايت انرجي. ما هو السلفوريك اسيد ده جواه ايه، السلفوريك اسيد ده يحتوي على كيميكال انرجي، بيكون جواه كيميكال انرجي. فانا كده اكني حولت الكيميكال انرجي انتو لايت انرجي او الكتريك انرجي عموما بقى، يعني الاول الكتريك وانت تقدر تستفيد بيها تحولها لايت. فالسيمبل سيل الجهاز بقى اللي قدامنا ده اسمه سيمبل سيل، ده السيمبل اي سيل. فبيقول لي ايه بقى، ان سيمبل سيل الايديا اوف اوبريشن، فكره العمل بتاعها، ات كونفرتس، بتحول كيميكال انرجي انتو الكتريك انرجي. والكونستراكشن بتاعها يا ريت تحفظوه، ات كونسيست اوف جلاس كونتينر اللي هي البيكر اللي اتفقنا عليه، كونتيننج دايلوت يعني مخفف سلفوريك اسيد، ورمز، رمز السلفوريك اسيد H2SO4، زي ما كنا مثلا بنقول رمز الووتر H2O، رمز الاكسجين O2، واتدربنا على الكلام ده في اليونت الاولانيه. رمز الدايلوت السلفوريك اسيد اسمه H2SO4، وده الكونستراكشن الاول. نمبر بي، تو ميتال بليتس dipped in or immersed يعني in diluted sulfuric acid, one of them copper, والcopper ده بيبقى positive pool يعني الطرف البوزيتيف. عشان تعمل الكتريست لازم يبقى فيه positive ونيجاتيف على فكرة، فالcopper هو البوزيتيف والزنك هو النيجاتيف، وارجوكم ما تنسوش المعلومة دي. طيب ال direction of passage of electricity من البوزيتيف للنيجاتيف، دايما الالكتريست بتمشي من البوزيتيف ايه للنيجاتيف، the current passes from positive plate to negative A plate. ده الترانسفورميشن للسيمبل سيل اللي اتمنى ان انتوا تحفظوها كويس، لان انا بقول لكم ان بتلاقوا نفسكم ان انتوا كذا حد بيسالني يا مستر السيمبل سيل صعبه، ده الموضوع تافه جدا يعني، الموضوع تافه جدا بتاع السيمبل سيل، وارجوكم ان انتوا تكونوا ايه، حافظينه وحافظين مكوناته وفاهمينه طبعا. طيب خلينا نكمل مع بعض في الترانسفورميشن انسايد ذا كار. احنا لو عندنا عربية، فالعربية دي هي جهاز متطور جدا بيحول لي مجموعة من الانرجيز مع بعض. اولا انا بروح البنزينة بحط للعربية دي اكل عشان تاكل، صح ولا لا؟ ايه الاكل بتاع الكار؟ الاكل بتاع الكار هو الفيول، هو البنزين. فبروح البنزينة وبحط فيول، بحط بنزين، فالبنزين ده جواه كيميكال انرجي. يبقى اول حاجة ببدأ بيها هي كيميكال انرجي stored in the fuel inside the car engine. بحط الاول الايه، الكيميكال انرجي دي اللي هي الفيول يعني، وابتدي ان انا اشغل العربيه. لما بشغل العربيه
بتبتدي العربيه تحول الكيميكال انرجي انتو ثيرمال انرجي، بتحرق الفيول لان هي بتحرق البنزين، فتحول الكيميكال انرجي لثيرمال انرجي. وبعد ما يظهر طاقه حرق الثيرمال دي اللي هي الهيت يعني، بعد ما تظهر الهيت جوه الموتور بتاع العربيه تبتدي العربيه تتحرك. فالعربيه بتاخد الهيت انرجي دي او الثيرمال انرجي دي تحولها الميكانيكال ايه انرجي تو موف ذا كار. ولما العربيه بتتحرك يبقى احنا فهمنا كده التسلسل ده عشان مش هرجع له تاني. كيميكال انرجي لما العربيه تشينج باي بيرنينج اتحولت لثيرمال، الكيميكال اتحولت لايه لثيرمال، والثيرمال اتحولت لميكانيكال اللي هي الحركه يعني الكاينتيك. وبعد كده لما العربيه اتحركت في حاجه اسمها داينامو. لو انا جيت بصيت هنا كده a part of it changes by the dynamo او in the dynamo into، في جزء من الميكانيكال انرجي او الكاينتيك انرجي بيتحول لإلكتريك انرجي عن طريق الداينامو. فاكرين كان في حاجه اسمها دينامو او الداينامو، الداينامو ده اتدربنا عليه قبل كده في المراحل اللي فاتت، ان هو جهاز بيحول الميكانيكال انرجي انتو إلكتريك انرجي او بيحول الكاينتيك لإلكتريك. في جريد 5 خدناه على فكره، في جريد 5 كان في حاجه اسمها داينامو بيحول الكاينتيك لإلكتريك، يعني هو عباره عن جهاز كده كل ما يلف يطلع كهرباء. فالعربيه لما بتتحرك لما بتبقى كاينتيك بتحول الكاينتيك دي لإلكتريك، وانا ابتدي اخد الإلكتريك دي بقى احولها بقى لكذا حاجه، احولها للايت في اللامب يعني في كشاف العربيه، احولها لساوند في الكاسيت، احولها لهيت في الكونديشنر بقى في التكييف وكده. يبقى تسلسل الترانسفورميشن جوه الكار، الكيميكال بتتحول لثيرمال والثيرمال يتحول لميكانيكال، وبعدين اخد الميكانيكال ده اروح احوله بقى لالكتريك والالكتريك لاي حاجه انا عاوزها. وهنا بيبقى عندنا قانون اسمه كونزرفيشن لو اوف انرجي. كونزرفيشن لو اوف انرجي بيتكلم على فكره ايه، ان كل الاكزامبلز اللي انا اتكلمت عليها في الفتره اللي فاتت، البندوليوم والسمبل سيل والكار وكل الحاجات اللي بتعمل ترانسفورميشن، هي في الحقيقه ما بتعملش حاجه غير ان هي بتاخد الانرجي من الشكل ده تحوله للشكل ده. ازاي؟ العربيه انت بتحط لها فيول، بتحط لها بنزين، فتقوم واخده الفيول ده تحوله لايه لثيرمال، فحولت الكيميكال انرجي لايه لي، حولت الكيميكال لثيرمال صح ولا لا، وبعدين حولت الثيرمال لميكانيكال، فاهمين الفكره؟ وبعدين خدت الايه الثيرمال حولت الميكانيكال، وبعدين خدنا الميكانيكال حولناه للالكتريك، والالكتريك حولناه لحاجه. معنى الكلام ده ايه؟ ان الانرجي ما اقدرش اجيبها من لا شيء، يعني انا علشان يبقى عندي الكتريك انرجي لازم يبقى عندي ميكانيكال، والميكانيكال لازم يبقى عندي ثيرمال، والثيرمال لازم يبقى عندي، وهكذا. يبقى عندي قانون اسمه كونزرفيشن لو اوف انرجي، قانون الحفاظ على الطاقه، وهو قانون عظيم جدا ومهم جدا بعد كده ان شاء الله نتعلمه. انرجي نايذر كرييتد، الانرجي مش بتتعمل نور ديسترويد، يعني ولا تقدر تسقف كده تطلع الكتريستي، ما فيش الكلام ده، لا انت اكيد جبت الكتريستي من حاجه ثانيه. انرجي نايذر كرييتد نور ديسترويد بات it converted from one form to another، بتحول من صوره لصوره ايه تاني. يبقى energy neither created nor destroyed but is converted from one form to another. طيب احنا عمالين نتكلم على الترانسفورميشن وان احنا بنحول ده لده وده لده، فهناخد ايه مميزات الموضوع ده وسلبياته. من مميزاته ان احنا اخترعنا اجهزه كتير، دي بوزيتيف افكتس اوف تكنولوجي، ان السوينج ماشين مكنه الخياطه بتحول الالكتريك لميكانيكال، ماشي تحفظ بقى الكلام ده حاجات سهله كلها. السولار انرجي بتحول السولار سيل بتحول السولار انرجي للالكتريك اللي هي الخلايا الشمسيه. التلفزيون بيحول الالكتريك للايت. الالارم بيحول اللايت لكاينتيك انه بيتهز يعني. طيب في هنا حته بس هتعدلوها، ان هو هنا بيحول الايه الكيميكال لكاينتيك ماشي. طيب بس متكرره هنا ايه
الفون هنا مفروض تحطه ايه؟ هنا مفروض تحطه لي بس الفون، معلش ان في لخبطة، هعدلها لكم في الملزمة اللي هتنزل ان شاء الله. الالارم هنا بس دي هتتحول، هتبقى ايه؟ هتبقى هنا دي الفون، ماشي، الموبايل فون بيحول الراديانت انرجي الالكترومغنيتيك انرجي انتو ساوند انرجي. وطبعا النيوكلير رياكتور بيحول الايه؟ بيحول النيوكلير انرجي انتو الكتريك انرجي. طيب الباد افكت او النيجاتيف افكت بتاع الموضوع بتاع الترانسفورميشن ده، ان طبعا لما اخترعنا الاجهزه اللي بتحول الانرجي دي لقينا ان في حاجه اسمها كار اكزوست، عوادم العربيات او السيارات دي بتعمل كوز كيميكال بوليوشن، وبتعمل شيست اند اي ديزيزز، بتسبب الامراض العين والصدر، الميليتري اكسبلوجنز، الانفجارات. احنا الاجهزه اللي عملناها عملنا قنابل، والقنابل دي برضو هارمفول افكت، ليها باد افكت. الكيميكال بيستسايدز، الحاجات اللي هي المبيدات الحشريه بتلوث البيئه، والنيوكلير ويبنز الايه بتعمل ماسيف ديستراكشن، بتعمل تدمير شامل، وذا ويبس اند وايرلس دي بتسبب الكتروماجنتيك بوليوشن. كل الحاجات دي تقراها يعني، ماشي، يعني هي بيجيش في الامتحان كتير، بس تقراها كده قرايه تعرف بس كل واحد فيهم بيعمل ايه. اللود سبيكر اند الدريلنج ماشينز، الحفر بتعمل نويز بوليوشن. المهم انا عاوزك تحفظ لي او تعرف لي كويس النيجاتيف افكتس والبوزيتيف افكتس، والاهم من ده كله انك تعرف مهم جدا موضوع الكار ده، والسيمبل سيل اهم جزء في الدرس، والبندوليوم تكون فاهمه كويس. ده درس الانرجي ترانسفورميشنز، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه بشكل كويس. هسيب لكم الملزمه دي في الديسكريبشن تحت الفيديو على طول. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية كتيره. باي باي.